الله عز وجل أراد أن يذكرنا. قال الله لنبيه: فإن تولوا راحوا تركوك، فقل حسبي الله. ليه يا رب؟ يعني زين تركوني، ليه أقول حسبي الله؟ يريد الله عز وجل أن يقول لك: يا فلان، لو رحلت عنك الدنيا بأسرها، شوف الدنيا بجيشها بملكها بأموالها بكل شيء، لو رحلت عنك الدنيا بأسرها يكفيك الله. فإن تولوا تركوك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقل حسبي الله، يكفيك الله، يغنيك الله، يعافيك الله، يرزقك الله سبحانه وتعالى. هذا الذي رسخه الله عز وجل.